السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المحل اسمه بيت سمارت للحيوانات الأليفة، يعني محل ببيع كل مستلزمات الكلاب والقطط وغيرها. فأنا أجي أشتري شوية أشياء من هذا المحل، فبدي إياكم تكونوا معي عشان تشوفوا شو المحل هذا موجود فيه وشو الأشياء الموجودة. فتكونوا معي إن شاء الله، خليني أخذكم جولة سريعة. Hey ma'am, how are you? فجولة سريعة المحل وتشوفوا كل إشي عندهم. طبعا هاي البداية، هين ببيعوا الأكواريومز، هذول الأشياء تبعت السمك وما السمك والأشياء هاي موجودة. وهناك هوتيل، مش عارف هذا بحل بقصوا فيه شعر الكلاب والبسس أكرمكم الله وبيحمموهن، بتاخذ هنا الطلبة وبتداخلوهم بحمموا بيعملوا لهم كل أشياء بدهم إياها. وهنا أشياء للأسماك، أشياء للسمك، الأكواريوم زي ما حكينا، وهالأشياء الزينة من جوا. أنا عم بأخذكم جولة سريعة هيك بتعرفوا شو المحل موجود فيه. وهين نفس الشيء، هاي الفلاتر والأشياء تبعت السمك اللي حكينا عنها، الأكواريومز أحجام وأشكال متعددة. طبعا هذا الله يكرمكم، هناك الحمام تبع الكلاب والقطط والبسس. وهنا هنا أكل شايف أكل أسماك يمكن، والأكل الأرانب والأشياء تبعت الأرانب والحيوانات الأخرى. هذا ال شو بيسموه، نسيت اسمه والله. أشياء هناك. هسه الآن برجع لكم على ذاك المحل أفرجيكم شو عنده. توقع في حيوانات هين جوا بس أنا يمكن مش شايفة. وهنا الأقفاص تبعت الحيوانات جوينابيج، هاي للرابتس للأرانب. وهنا الأسماك بأنواعهم، أسماك الزينة طبعا. طبعا هاي عندك من هنا لآخر شيء لهين، كلها أسماك زينة ونوعيات أسماك زينة. كذا نوعية وكذا شكل. هنا أتوقع القطط والكلاب، بيبيعوا قطط وكلاب زي هاي القطة مثلا، شايفينها هاي القطة أدابشن سنتر. لا يعني هنا بتبرعوا، يعني اللي بده يأخذ قطة على البيت هاي بسجل اسمه وبأخذها ببلاش. هين لعب الله يكرمكم للحيوانات. هاي جرومينج صالون، صالون هذا اللي بقصوا أظافر الحيوانات الله يكرمكم، الكلاب والبسس. طبعا هي السوق عظيمة للكلاب والبسس. يعني هذا الكيس 33 دولار، عبارة عن أقل من 20 كيلو. وهي الله يكرمكم بيوت الكلاب. الأسماء البسس والكلاب، يعني بالذات الكلاب
سوق كبير في أمريكا ومليارات الدولار بنصرف عليها سنويا. شوف هاي كلها أشياء متعلقات للكلاب وأكل، هاي أشياء صحية، أكل صحي للكلاب، أكل صحي يعني زي هدول. أشياء شوي غالية، الكيس 25 دولار، وزي هذا الكيس مثلا 10 دولارات. هاي بروتين، وهذول لبس للكلاب طبعا الله يكرمكم، شايفينه كل هاي انواع اكل مختلفة. وهاي كمان انواع اكل، هنا اشياء مثلجة للكلاب الله يكرمكم، كمان لحمة ولحوم، أشياء فقط للكلاب وللحيوانات. علب المية تبعون الحيوانات، شوف شو هين ببيعوا، هين ببيعوا سلاحف، شايفين؟ مش عارف اذا شايفينها ولا لا. مثلا هاي هنا مثلا في حية، مش عارف مبينه معاكم ولا مش مبينه، هاي شايفين حية، هاي اشياء حيايا واشياء للبيع. شايفينه هذا مثلا؟ حيوانات وأشكال متعددة، هذا حب بيسموه البيت سمارت، بيت سمارت محل مشهور كثير للحيوانات. هاي الأشياء بتنحط حوالين الرقبة، هاي مخدات وأشياء عشان يناموا عليها الكلاب. يعني صراحة أنا لو واحد من أولادي يطلب لي يطلبها مني يلا جيب له إياها. لو واحد من أولادي بده ينام على هاي بحكي له هاي كثير ناعمة، شو بدك تنام عليها؟ أروح أجيبها لكلب. يعني بيني وبينك يعني ناس يعني عايشة في عالم آخر. هاي شامبوهات للكلاب، وين شو بيعملوا هنا؟ هاي تريننج، هاي محل بيعملوا فيه تدريب للكلاب. انت مش عارف الاسعار هنا، التريننج كلاس هي شايفينه بابي، وهي شو 6 ويك كلاس 129 دولار، 6 اسابيع تدريب 129. برايفت سيزن، هذا برايفت يعني خاص لك، 30 مينت 45 1 اور 89 فور 1 اور 30 مينت، عفوا هاي 1 اور، هاي for one hour. طيب شو بتفرق هاي عن هاي؟ مش عارف. ثيرابي دوغ هنا زي بيعملوا له عمليات زي مساج، مش عارف مش عارف اشياء هيك في الكلاب صراحه انا ما عندي علم فيها. وهاي غرفه التريني، وهاي الاكل، هاي في كلب مش عارف بشكل كنه، وهاي سناكس للكلاب زي الشيبس لبني ادم، بيجيبوها الله يكرمكم للكلاب عشان يتسلى عليها. شايفين الكلاب وانا وياكم. المهم يا شباب انا ما اخركم، اخذنا صوره سريعه وفكره مبسطه عن هذا المحل.
هاي للكمل وللصيبان وللحشرات للبراغيث اللي بتيجي على الكلاب. المهم يا شباب استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.